مطر يا الله ما جعلها طيبا نافعا يا رب العالمين. طبعا مش هيجي قناه سته دي ناكد لحسين يعاد من كل التواصل اللي يتاثر جويه بان المغرب ان شاء الله ابتداء من اليوم غادي يعرف صفقات مطريه مهمه حتى نهايه الاسبوع. يعني حقيقه كنا في انتظار هذه الصفقات المطريه من بعد ما شفت معنا جميعا حالة الطوارئ الغير المعلن عنها اللي عقدها بلادنا بحكم الجفاف الأولى، يعني التدابير اللي اتخذتها الوزارة يعني الحد من أولى لترشيد استهلاك المياه، واللي من خلالها تم إغلاق الحمامات مؤقتا يعني مدة 3 أيام، وكذلك توقيت بعض الأعمال المرتبطة بالماء بحال اصحاب السيارات او غسل السيارات. فاليوم قدرات القادر قالت بانه على كل شيء قادر، والحمد لله بدا النهار رجعت في الغرب تساقطات مطريه، وحنا في انتظار دخول فصل الربيع واللي هو على الابواب. الكل كان كيقول ربما ان التساقطات نرجع ما غاديش ترجع تنفتح، ولكن عرفوا بان الشتاء كتكون في فصل الشتاء، لكن للاسف انه كانت درجه الحراره كاننا في فصل الصيف. الان قدرات القادر قالت بالعكس، كانت تكون تساقطات مطرية غزيرة واللي كتعرفها كل مدن المملكة المغربية، واللي غادي تستمر ابتداء من اليوم، أي يوم الخميس أي اليوم، إلى حدود أو إلى غاية نهاية الأسبوع. طبعا غتكون مصحوبة بزخات مصحوبة بالتساقطات ديال الثلوج، وكذلك الرياح اللي غتكون قوية. فحقيقة الحمد لله اليوم أحوجنا إليها، اللهم اجعلها طيبا نافعا يا رب العالمين. طبعا مشاهدي قناة شوفيلي بالنسبة للمتابعين قناة كيتابعونا من مختلف مدن المملكة، قولنا من أين المدينة كتابعونا، وكذلك واش عندكم شتاء ولا باقي؟ يعني كاين بعض المدن مازال الجو فيها مغيم والجو فيها يعني متقلب، لكن التساقطات مازال ما عرفتهاش والعكس صحيح. فنتمناو إن شاء الله أنها تكون من نصيب باقي المدن اللي مازال ما عرفتش التساقطات المطرية. مشاهدي قناة شوف تي في وحنا معاكم على المباشر تساقطات بطارية غزيرة كتعرفوها جهة الرباط صالة الكونيترة، واللي ما أحوجنا إليها خصوصا وأننا كنشوفو حنا على الفصل الربيع على الأبواب، وجنبات ديال الطريق اللي كتشوف فيها العشب باقي أو العشب باقي صفر، يعني ما خداش ديك الكمية الكافية ديال التساقطات المطرية اللي مولف كيخدم باش يكون يعني واجد الفصل الربيع، لكن الحمد لله قدرة القادر كتقول العكس. الآن فقط مرحبنا برحمته. إذن في إنتظار التفاعل ديالكم قولنا من أين المدينة كتابعونا. هنا معنا لتينا أنيس لتينا كتقول الله يرحمنا أمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا برحمتك. كذلك عياد عبدو يقول تحية من الخيزات كاين عجاج باقي الشتا مكايناش، راه الشتا قريب إن شاء الله تكون من العجاج والخيزات، يعني باقي الشتا مكايناش. أما ميد ربما محمد أولا نزيد عرود للدار البيضاء كيقول الحمد لله على الشتا، فحقا نحن كنقول الحمد لله على التساقطات المطرية اللي رحمنا بها الخالق سبحانه وتعالى. من بعد ما يعني إلى حد ما فقدنا الأمل في هذا الفصل هذا، واللي كان يعني الكل كيقول بأن السدود بالنسبة تعرف واحد مسكة الشمس، وهادشي اللي طبعا كنا مع عبر قناة شوف تي في مقارنة يعني الطبيب ديال المياه ما كانش كافي باش السدود يعني تكون ممتلئة، لكن الحمد لله الآن يعني خاصنا غير نعرفو نديرو ترشيد ديال المياه وإن شاء الله هاد الموسم يكون بخير. هامل
المستعملين الطريق، فخص الكل يعني ياخذ الحيطه والحذر. طبعا الوقايه خير من العلاج، فالكل يعني المستعمل الطريق يحاول انه يخلص بسرعه المسموح بها على سبيل المثال القريه الرئيسيه 120 كيلومتر في الساعه، فمن الافضل على انك تمشي ب 190 مما بين الطريق عبر تجنب يعني انك توقع حوادث كثير. والله يسر والله يحفظنا جميعا، لان الارض كتكون فاسده يعني في هذا الشتاء ماشي بحال الارض كتكون ناشفه. طبعا المستعملين الطريق غتكونوا عارفين هذه المعلومه بالتدبير. اللهم اغفر برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين، اللهم اشفنا الغيث. دعاء المطر، اللهم طيبا نافعا وطيبا، اللهم طيبا عليا وطيبا نافعا، اللهم كما اغسلت الارض بالمطر فاغسل ذنوبنا بعفوك وبغفرانك يا رب العالمين. فحقيقه الحمد لله عليها امطار غزيره بكل ما تحمل الكلمه من معنى.